أمسية طيبة ومباركة. الحقيقة البارحة كنت متعب لكن بعد ما استفقت اليوم الكل أرسل إلي الخبر العاجل الخبر العاجل، حفلة في الجزائر 20,000 يعني مشاهد، نساء فوق الرقاب، رجال، بنات متبرجات، غناء، احتكاك، اختلاط، تلاطم، يعني فسوق، فجور معلن. ونحن اليوم عندنا أول قضية، قضية دينية في الجزائر وقضية سياسية، وأننا نريد أن نغير الجزائر وأن نطلب رئيسا حاكما عادلا، بل الشعب الجزائري يريد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وهو أصفر وصفر من عمر بن الخطاب. الحقيقة يعني ليس مشكلتي مع هذا الفنان سيون كينغ أو الملك أو الملك الرام هذا، يعني الدولة الآن جابت فنان صنعته في 20 يوم وجعلته قنبلة وراهي تتسلى به في الشعب الجزائري. لكن ما أحاز قلبي، ما أحاز قلبي، قلت سبحان الله لو كانت هذه الحفلة لإمام أو خطيب أو راقي لما أتى أحد، وأنا متأكد ربما تأتي 100. ثم قلت أنه الناس يعني 300,000 الدخلة وربما وصلت إلى 500,000 الدخلة، والناس كلها عندها دراهم، والناس كلها راحت للحفلة، وأرى أنه شفت حتى شاب هز أخته يعني والله خطيبته حاطة فوق رقبته، والبنات بشعورهن، واحد اتقطع. وزد على ذلك أخبركم بالخبر العاجل، قتل 5 شهداء، شهداء هذم يعتبروا شهداء، ماتوا في حفلة غناء وطرب ورقص وباللغة الفرنسية. وأنا أعرف أن معظم الذين حضروا الحفلة والله لا يعرفون اللغة الفرنسية، ما هو فاهم حتى شيء، فاهم إلا حاجة واحدة 1 2 3 راحت عليك الجزائري. هذا مكان هز خوكم هذا الفنان 5 ملايط وهز الطيارة وقال لكم تحيا الجزائر، شكرا لكم على نسائكم، شكرا لكم على بناتكم، شكرا لكم لأنكم شعب فعلا غني. أنت راك تشكي اليوم من بوتفليقة وتقول مانيش قادر نشري ساك دقيق، وأنت تمد في 300,000، يعني الإنسان ساقط ما عنده حتى هدف. هل الوقت مناسب احنا باش نستدعو فنانين وباش تدعو وزراء؟ احنا اليوم ندوروا باش يعطينا ربي رئيس ودولة ونجيبوا حقنا وتتعدنا أباي وشهرية، ولما يجي يلقى عند الراقي يقول لك شيخة 100,000 بزاف عليكم انتم رقاد تجار، اما عند الملاهي والمراقص والبارات تنفق الاموال. وانا حبيت نتكلم على هذا باش نبين لكم من ارض الواقع، لما تصبح مسألة دين وقال الله يولي فيها حاجة اسمها متشدين، معقدين، كافيين، حابسين، رجعيين، صحابة رجعتونا للرياض. أما لما يولي فيها العراء ودزدك دزدك والبارود والاختلاط، وهذه لمس في هذه وهذه تلمس في هذا وهذا يدي في نمره هذه وهذه شبشب في هذه وهذه هاز بنته وعيط إلى 3 صباحا، أين نخوة الجزائريين؟ رجولة الشهماء، أولاد الشهداء. إحنا كنا مثلا أحيانا كنا ممكن نقولوا تونس 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 عصرنا، اليوم ما نسبوش تونس، ما زيش تسبوا تونس. تونس ولات الآن تبحث عن سيادة ورئادة، سبوا رواحكم أنتم كجزائريين، سب نفسك وانت هاز بنتك وحاطها فوق شعرك ومديها للرجال وانت 1 2 3، ومن بعد تجي تقول على الشيخ رياض معقد والشيخ رياض رجعي والشيخ رياض كافي. لما يتكلم بقال الله وقال رسوله الناس كل تجي علينا، لكن لما يجينا هؤلاء السكرجية واللي ضربين الحب ونضروب، وانا اجزم، انا اجزم، يعني نسالكم سؤال، هؤلاء الخمسة اللي ماتوا في الحفلة ها وش تقولوا انتم؟ شهداء ثورة؟ شهداء ما ماتوش حتى في المظاهرة تاع يوم جمعة، ماتوا عند فنان داز داك داز داك داز داك داز داك داز داك وهو يغني بالفرنسية وهو ينقز من وزاد جاب لكم بها مرية وطلق لكم شعورها وقطع لها جينها، وهذا ميشتي الشعب الجزائري، انسى والخمر والحب والديانسي وزيد الحفلات. ومن بعد الجمعة يقول لك نحن نطالب برئيس تقي، برئيس عادل، برئيس ينظر إلى الفقراء والمساكين والبسطاء، ومن بعد نروح نمدوا احنا 300. والله لو كانت عملية جراحية لعشرين مريض في الجزائر والله ما كنتوا تاخذوا تجنوا هذا المبلغ. 5 ملايين اللي اداها هذا الساقط هذا لو كانت في عملية جراحية والله ما كنتوا تتبرعوا. وأنا نحلف، والآن أنا ابن واقع ونتكلم من أرض الجزائر ونعرف الولايات ولاية ولاية، لو كانت عملية جراحية المسكينة باش نخرجوها لفرنسا تتعالج، والله أمريكا والله ما كنتوا تجوا على الوحدة التعليم وما تخرجوا بناتكم ولا نساكم. تعرفوا لكان الراقية 100,000، الراقية نسلكوها، الراقية يتاجر، والبارح بينتوا رجولتكم وشهامتكم وبضايقكم. هذا رجل كان في فرنسا لا قيمة له، باش تعرف ان احنا اليوم اللي يغني ويتعرى ويشبشب شعره واللي تنح سروالها هذا كل ينجح ويدي اعلى المناصب. انا الذي اريد ان اقولها، اريد ان اقول اسال الله ان يرزق الجزائر جزائريين اولاد الثوره والشهداء والغيره. احنا اذا حكينا على غردايه اهل شرف، اذا حكينا على اضرار اهل نخوه، اذا حكينا على اولاد نايل اهل شرف، كاش واحد يهز اخته فوق رقبته ويدور بها في حفلات رقص حتى 3 صباحا
ومن بعد كي تجي تخطب انت هذه الطفله يقول لك حبس الشيخ 20 مليون شرط 50 اعطيك بنت حلال، وهي البارح في المناقص وفي المناهي في الديسكوان تضرب في الحب، الرجال تتملسها من كل مكان. ومن بعد يجي يقول لك لماذا لم نتزوج؟ اين هي بنت الحلال؟ بنت الحلال بنت البارح في الحفلات، حاشا الصالحات المؤمنات وحاشا القليلات الشريفات في الجزائر. يعني رجل يجي يدير حفله اربع ساعات يدي 5 ملايين، وزيد عقب الوهر يدي 5 ملايين، وزيد عقب التمثيل يدي 5 ملايين، ومن بعد يقول لك نحن نطالب رئيس الجمهوريه بازاحه السعال المواد الاوليه، المواد الاوليه الزيت والبطوط والدبشه بعتوها البارح بدراهمكم. اليوم عاد اللي يحب يجي يدي اموالنا يجيبوا لنا فنان، يحبوا يشغلونا يجيبوا لنا رقاصه، يحبوا ينهونا يجيبوا لنا فنانه، يحبوا يشغلونا يجيبوا لنا غزانه. جابوا لكم واحد من فرنسا غنى لكم، وانا تمنيت حقيقه لو انه غنى باللغه العربيه ممكن كان يكون كلامه اصمت من وجهه، لكن الحمد لله هو كان ذكي، غنى بالفرنسيه واخبطكم بالفرنسيه وقتلكم بالفرنسيه وسكركم بالفرنسيه وخرجتكم من ساكن بالفرنسيه وعراكم بالفرنسيه وقالكم باي باي بالفرنسيه وقالكم راني خليتكم الشيخ رياض وروحوا خرجوا جنون، تحيا الجزائر. وهذا هو المستوى المنحط، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.